الأعمال التي قام بها الرسول في رجب. رجب من الأشهر الحرم، رجب من الأشهر الحرم، لم يأتي شيء خاص بشهر رجب، إلا أن من العلماء من قال إن الله إن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيامه في شعبان لما تكثر منه، قال إنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، فدل على أن الناس لم يكونوا يغفلون عن الصيام وعن أعمال البر في رجب. ولكن هذا الحديث في سنده كلام يسير. وقد ورد حديث صم من الحرم وأفطر، وفي هذا كلام يسير. على أي حال، الأعمال الصالحة في شهر رجب، الأعمال الصالحة في شهر رجب مستحبة، وفي الأشهر الحرم عموما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالمفهوم المخالف أننا نعمل أعمالا صالحة،